بسم الله نور، بسم الله نور على نور، بسم الله تشرح لنا السدور، بسم الله بدأنا وبسم الله نختم. آيات بينات من كتاب الله يتلوها علينا قاضي جمهورية مصر العربية وقاضي الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة الشيخ محمد السيد عيد القارئ والمقيم بجبين الأناطر بمحافظة الأنيوبية. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. واعلموا كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم All right.
رسول بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم بسم والعصيان أولئك هم الراشدون
الله ونعمه والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا الكافر انتثر خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعد لك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلم
والأمر يومئذ.
خلص الآلة تسمع بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت. أيوه عاوز أسمع دي جديد بقى عاوز أسمع جديد. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Thank you.
فلم يجدك يتيما فاعا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ربك فحدث لا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا بسم الله الرحمن الرحيم ألم
ولم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاتبعنا مع الشاهدين. عشنا في هذه التلاوة القرآنية المباركة وطلع علينا قاضي جمهورية مصر العربية وقاضي بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي أجمع فضيلة الشيخ محمد السيد عيد القارئ والمقيم بجبين الأناطر بمحافظة الأليوبية. كان معكم بتوفيق من عند الله الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية. تطلب دائما من إدارة الحاج عبد الشناوي بأبشيش. هندسة صوتية تطلب من إدارة المهندس خالد البرغوث بمدينة البابور. مهندس التصوير الأول المهندس محمود طعيمة. الخدمة الفندقية الممتازة المتر عاطف علام. أسرة الفقيدة تشكر كل من حضر وساهم في واجب العزاء. وعن هذه العائلة تقبل الله عزاءكم وبهذا تنتهي إذاعتنا من هذا المكان والسلام عليكم ورحمة الله.